ناس كتير بتشتكي من وجع أو تنميل بيبدأ من أسفل الظهر وياخد الرجل كلها من ورا لحد صوابع القدم، والوجع دوًا بيطلق عليه سياتيكا أو عرق النسا. وعرق النسا دوًا ليه أسباب كتيرة، ممكن يكون سببه إن الغضروف اللي طالع من الفقرات القطنية ضغط على العصب فبيعمل نفس أعراض عرق النسا، أو ممكن سبب تاني إن القناة العصبية ضيقة فهتعمل برضو نفس الأعراض، أو ممكن سبب تالت إن في خشونة في الفقرات، الخشونة دي هتعمل ضيق في القناة اللي خارج منها العصب فهتعمل برضو نفس أعراض عرق النسا. وفي أسباب تانية كتيرة لعرق النسا محتاجة فيديو لوحده إن شاء الله نتكلم عليها، ولكن في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نقدر نعمل إطالة أو تمديد أو تليين لعرق النسا عشان الأعراض بتاعته تقل. يلا بينا. السلام عليكم، معكم احمد هيكل دكتور علاج طبيعي، برحب بكم في فيديو جديد. هنتكلم في فيديو النهاردة عن ازاي نقدر نعمل اطالة او تليين لعرق النسا. بس قبل ما نبدأ عايزين نعرف الاول عرق النسا دون جاي منين ورايح فين. عرق النسا او العصب الوركي دون بيخرج من الفقرات القطنية بتاعة الظهر وبيدخل الحوض وبيعدي في الحوض من تحت عضلة اسمها البايروفورمس، وبعد كده بيمشي خلف الفخذ وخلف الساق لحد صوابع القدم. فشوف العصب دون بيعدي من على كم مفصل. بيعدي الاول من على مفاصل الفقرات القطنية، وبعد كده من على مفصل الحوض، وبعد كده من على مفصل الركبة، وبعد كده من على مفصل الكاحل، وبعد كده من على المفاصل بتاعة صوابع القدم. فكل المفاصل دي العصب بيعدي من عليها. فاحنا في فيديو النهاردة هنعمل اطالة او تمديد او تليين لعرق النسا على كل المفاصل دي. اول حاجة هنعمل اطالة او تليين لعرق النسا على مفصل الحوض. هتنام على ظهرك بالشكل ده، والرجل المصابة هي الرجل الشمال، وتاخد ركبك عليك بالشكل ده. هتمسك بايديك الاتنين من ورا الفخذ كده وتاخد ركبك عليك بالشكل ده، وتثبت كده 30 ثانية وتريح، وتعمل كمان مرة 30 ثانية وتريح. بعد كده هنعمل اطالة لعضلة هنا اسمها البايروفورمس. هتحط رجل على رجل بالشكل ده، كعب رجلك الشمال هيبقى عند ركبك اليمين كده، وبعد كده بايدك اليمين هتزق ركبك الشمال في الاتجاه دون كده، وتثبت كده قد حوالي من 20-30 ثانية مرتين برضو. هتحس بشد في المنطقة دي كده. كده عملنا تليين على مستوى الحوض. هنعمل تليين على مستوى الحوض والركبة. هتاخد برضو ركبك عليك بالشكل دون، وتحاول تفرد ركبك وانت ثابت بالشكل ده. هتعمل كده 30 مرة مجموعتين برضو. ده كده تليين على مستوى الحوض وعلى مستوى الركبة. بعد كده هنعمل تليين على مستوى الحوض وعلى مستوى الركبة وعلى مستوى الكاحل. هتعمل برضو نفس الوضع الاولاني اللي فات دون، وتفرد ركبك كده، وبعد ما توصل للاخر هتقوم واخد مشط رجلك عليك كمان مرة، وتثبت قد ثانيتين ثلاثة وتنزل تاني. هتفرد ركبك لفوق، وبعد ما تطلع فوق خالص تشد مشط رجلك عليك، وتثبت ثانيتين ثلاثة وتنزل تاني. تفرد ركبك وتاخد مشط رجلك عليك وتثبت ثانيتين ثلاثة وتنزل تاني، وهكذا. هتعمل كده حوالي 30 مرة مجموعتين. التمرين اللي بعد كده هو نفس التمرين اللي احنا لسه عاملينه من شوية، بس ده بطريقة تانية. هترفع رجلك على اي حاجة عالية بالشكل ده، ورفع الرجل هيبقى في المستوى اللي يبقى فيه شد تستحمله. يعني الوضع ده لو مناسب بالنسبة لك، في شد خفيف كده مفيش مشكلة. بعد كده هتاخد مشط رجلك عليك، تحرك مشط رجلك عليك بالشكل ده 30 مرة. تخلص اول مجموعة تعمل كمان 30 مرة. ولو لقيت الموضوع سهل والشد معاك بيروح، هتعلي بمخدة كمان بالشكل ده، وتبدأ تعمل التمرين كمان مرة مجموعتين، كل مجموعة 30 عدة. برضو نفس الشيء، لقيت الشد قل علي كمان رجلك لفوق واعمل برضو نفس التمرين.
دي كلها تمارين إطالة أو تليين لعرق النسا، هتعملها بالترتيب اللي احنا عملناه دون، وإن شاء الله التمارين دي تريح عندك الأعراض. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، أتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش الإعجاب بالفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة. أتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.